حلقة جديدة اليوم من حلقات مفتش أبو جلمبو. العم صالح مناقيش صاحب محل زعتر للمناقيش مفتاح محله انسرق، كان ناسي على طاولة المحل، ويوم جاء يسكر المحل ما لقي المفتاح، ومن غير شعور ولا إحساس ولا طيبة اتصل بالمفتش أبو جلمبو عشان يلقى له المفتاح ويعرف مين اللي سرقه. سألوا المفتش أبو جلمبو: مين اللي جاء اشترى منك اليوم قبل ما ينسرق المفتاح؟ قال له: سليم وصفه اللي يشتغل في الصيدلية، وسوسن شادو اللي تشتغل في المشغل، وكمار خان اللي يشتغل بالبقالة، وناس كتير بتقول بالبقالة وخطأ. فسأل المفتش سليم وصفه وقال: بص يا طال عمرك، انا كنت مستعجل عشان سبت الاجزخانة الحالة، واخد بقى حضرتك قمت واخد الطلب واخد ديلي في الثاني كده ها، وجاري على المحل وما شفتش حاجة. وسأل سوسن شادو وقالت: يي دلي، أنا أول مرة بفوت على هالمحل أساساً. إيه صحيح أنا لمحت هالمفتاح بس تنشط، وفكرت إنه لزبونه ونسي على الطاولة، وقالت رح يرجع ياخده. ولما سأل كمار خان قال: هلي كيف هالاشي، انا ما في معلومه عن ايش شي، لا ده مناقش بدنا نسمع ميوزك مره حلو، بدنا دمك ما في شير نفر خلي مفتاح لحاله بدون ميداليه ها. اقول احسن مني كفشته، انتوا كفشتوه. اكفش اللي ما ينكفش. اذا انت برضو عرفت مين السارق من هذول الثلاثه: 1 سليم وصفه، 2 سوسن شادو، 3 كمار خان، أرسل رسالة نصية على زين 74622 STC 847700 موبايلي 640660.